رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري يقول إن طهران ستواصل العمل والتعاون المشترك مع نظام الأسد لمواجهة الضغوط الأمريكية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من العمق السياسي. نناقش في حلقتنا لهذا اليوم ماذا وراء الاتفاقية العسكرية التي وقعتها إيران مع نظام الأسد، ما هي الرسائل التي أرادت طهران إيصالها لروسيا وتركيا، هل تفلح العقوبات الغربية على إيران ونظام الأسد، أين وصل الرهان على إيقاف العلاقات بين نظام الأسد وإيران؟ مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية في حلقة العمق السياسي لهذا اليوم. نناقش في حلقتنا توقيع اتفاقية عسكرية جديدة بين نظام الأسد وإيران. إيران توقع اتفاقية عسكرية أمنية شاملة مع نظام الأسد ستعزز قدرات نظام في مجال الدفاع الجوي. المزيد في التقرير التالي. على عكس التوقعات والتحليلات التي تقول إن نظام الأسد سيحاول الابتعاد عن إيران كي يحظى بقبول دولي مرة أخرى، العلاقة بين الحليفين تذهب إلى مزيد من التقارب الاقتصادي والسياسي والعسكري. اتفاقية شاملة للتعاون الأمني والعسكري، هذا ما نتج عن اللقاء الأخير لرئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري مع وزير دفاع نظام علي أيوب في دمشق بحسب وكالة فارس الإيرانية. باقري قال إن الاتفاقية الموقعة ستعزز الإرادة والتصميم بين الجانبين على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأمريكية. الاتفاقية أيضا ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية لدى نظام الأسد في إطار توطيد العلاقات العسكرية. المحادثات بين الجانبين بحسب قناة الميادين الموالية تناولت الأوضاع في سوريا وضرورة انسحاب القوات الأجنبية التي دخلت بطريقة غير شرعية حسب تعبيرهم، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. وعن الوجود العسكري التركي في سوريا على وجه الخصوص، قال الباقري بحسب وكالة فارس إن تركيا متأخرة قليلا في تنفيذ التزامها بتفاهمات أستانا لإخراج من أسماهم بالجماعات الإرهابية من سوريا. الباقري قال أيضا على تركيا أن تدرك أن حل أي من مشاكلها الأمنية هو عبر التفاوض والتفاهم مع النظام ولا يكون عبر التواجد في الأراضي السورية. هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي أبرمت بين نظام الأسد وإيران على جميع الأصعدة يبدو أنها تذهب في سياق تحدي الحليفين للإرادة الأمريكية، تحد لم تخفف منه تهديدات واشنطن وعقوباتها ولا تصريحات إسرائيل ولا ضرباتها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي الدكتور سنا برق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ينضم إلينا من باريس، والسيد مصطفى أوزجان محلل سياسي تركي ينضم إلينا من اسطنبول. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ معك سيد زاهدي، أهلا وسهلا بك مجددا. هناك اتفاقية دفاع مشترك وتعاون عسكري بين نظام الأسد وطهران، هل هناك فعلا ضرورة لإبرام اتفاقية عسكرية جديدة كما شاهدنا البارحة أو قبل البارحة؟ نعم، بعد التحية لكم وإلى جميع مشاهدي قناة حلب اليوم. تحية لك. حقيقة أعتقد أن ما يسمى بالاتفاقية العسكرية بين إيران والنظام السوري أعتقد ليست لها أهمية كبيرة، بل هي أكثر شيء هي مناورة سياسية قبل أن تكون حقيقة تأتي في صميم تعزيز كما يقال تعزيز القدرات العسكرية السورية من قبل النظام الإيراني. لأن من الواضح بمكان أن النظام الحاكم في إيران الآن يعيش في أصعب مراحل حياته منذ أن جاء إلى السلطة حتى الآن. هذا النظام محاصر
في مختلف الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الصراعات الداخلية أيضا. والآن هذه الأزمة الكبرى أزمة كورونا أيضا لم يستطع هذا النظام من معالجة هذه الأزمة إطلاقا، حيث تحولت هذه الأزمة أيضا إلى تهديد كبير لكيان هذا النظام. وإذا أردتم أن تعرفوا ماذا أقول، يوم أمس قرأت تقرير أن جامعة أوكسفورد البريطانية العريقة أن هذا التقرير يقول يقارن ماذا فعل الدول في العالم حيال أزمة كورونا. وبالمناسبة النظام الإيراني يأتي في غاية الغدر، يعني في نعم. درس نعم. يعني التقرير سيد زاهدي، يعني بفهم من كلام حضرتك إيران اليوم تعيش مشاكل كبرى وأزمات كبرى اقتصادية وسياسية وعسكرية تريد تصديرها، وأحد الأماكن المرشحة لتصدير هذه الأزمات هي سوريا، الملعب السوري. لا، إذا سمحتم لي أنا يختلف كلامي شوي أما تفضلتم أنتم. أنا أعتقد أن صحيح أن هذه السياسة الثابتة لهذا النظام منذ أن جاء إلى السلطة بأنه يقوم بتصدير أزماته للخارج، يعني كل أزمة يحاول أن ينقل المعارك حتى إلى خارج حدود إيران، وهذا كلام رسمي من النظام. خامنئي شخصه قال هذا الكلام قبل سنتين ثلاثة، أنه إذا لم نقاتل نحن في دمشق وفي بغداد وفي صنعاء لكان يجب علينا أن نقاتل في إصفهان وطهران وكرمانشاه، فهذا واضح. لكن الآن اللي نحن نتكلم فيه القضية عبرت هذه الحالة بأن هذه العملية ليست أكثر من مناورة، لأنه لا يستطيع هذا النظام أخي العزيز لا يستطيع هذا النظام من تعزيز قدرات النظام السوري، ما عندوش شيء ليقوم بتعزيز، لا يملك إمكانيات عسكرية أصلا. نعم، إذا كان لدى هذا النظام القدرات العسكرية التي كانت تستطيع من خلالها المغاومة الدفاع الجوي، فكان يستطيع أن يدافع عن نفسه. أنتم تعرفون أن هذه الأيام كل المراكز الرئيسية لهذا النظام معرضة للضربات، فمعنى ذلك أن هذا النظام ليس لديه إمكانية، لأن مكونات القوة لدى هذا النظام انتهت حقيقة. يعني إنما نتكلم عن المشاكل والمشاكل الاقتصادية والسياسية، لا نتكلم عن مشاكل عابرة، بل تمام. نتكلم طيب. عن مشاكل دخلت في كيان هذا النظام. تمام. طيب اسمح لي سيد ونستطيع أن نشير إلى بعض منها. نعم. اسمح لي سيد زاهدي، سوف أعود لك، لكن أنتقل لضيفي من اسطنبول السيد مصطفى أوزجان. أهلا وسهلا بك مرة أخرى سيد مصطفى. يعني الأتراك وجهت لهم رسائل مباشرة في الاجتماع الأخير بين رئيس أركان الجيش الإيراني ووزير دفاع نظام الأسد. كيف تقرأ أنقرة هذه الرسائل التي تم توجيهها لها؟ هذه الاتفاقية لا معنى لها، يعني فارغ، ليس له أي محتوى. لماذا؟ لأن النظامان إيراني وسوري ليس لديه فيما بينها متكافئتين حتى يوقع عن اتفاقية فيما بينهم، بل النظام السوري مرتبط بشكل ما أو تابع للنظام الإيراني وإلى روسيا كذلك. إذن لا معنى أصلا لهذه الاتفاقية، فقط تظاهر أو عرض عضلات بالنسبة لتركيا، وهم يواجهون رسالة لتركيا. هم دائما يتحدثون عن معاضات إسرائيل، إذا كانت لديهم اتفاقية دفاعية جوية فليظهر هذا ضد إسرائيل، لأن إسرائيل يوميا تتعرض أو تقصف مواقع الإيرانية موجودة في أنحاء سوريا. بدلا من ذلك يتحدثون عن منظمات إرهابية وما ذلك، كأنهم يطالبون تركيا تمهيد العرض لدخول القوات الغازية للنظام السوري. لماذا تركيا يعني تفعل ذلك مع الوجه الإيراني أو النظام السوري؟ يعني تركيا لا تلطف أحد ولا يعني تتنازل عن أحد، هناك اتفاقيات نعم، ولكن هناك التزامات على إيران على روسيا. هل هم يلتزموا يوما ما؟ لا أبدا، كانت هناك أكثر من 20 أو 30 هدنة في سوريا ولم يلتزم في هدنة ما بين النظام السوري وبين المعارضة. إذن هم يتحدثون عن شيء
فارغ ولا لا معنى لها. لذلك تركيا يعني لا تعتني بأقوالهم، بل هناك فعل شيء تجاه المعارضة، تجاه تجديد النظام وما إلى ذلك، حتى تجاه إسرائيل وتجاه الآخرين. فقط يتحدثون عن تركيا، عن وجود تركيا، أو بعض المنظمات يتحدثون عنها إرهابية في مدينة إدلب، إذن يريدون تمهيد من جانب تركيا لطرد بعض المنظمات أو أهالي حتى من مدينة إدلب، وهم يستقرون فيها في معبات أو يسكنون فيها ويتمددون إلى هذه المنطقة. تركيا لماذا تعتني بهم؟ لذلك أقوالهم فارغة. إذن تركيا، تركيا لا تنظر لهذه الأقوال وهذه التصريحات بعين الأهمية أبدا. صحيح، ليس هناك أي أهمية. كما ذكرت أن النظام تركي بالنسبة لإيران ليس له حق التصرف المستقل تجاه إيران ولا تجاه روسيا. يعني يعتبر أن نظام بشار الأسد، شو اسمه، مختار قرية سوريا، أو يعني على الأكثر والي من ولاة إيران أو روسيا، كيف يوقع معهم اتفاقية نفية؟ هذا لا يصدق أحد ولا أي عقل. تمام. دكتور زاهدي، يعني حضرتك تفضلت قبل قليل وقلت أن الموضوع ليس عسكري، إيران غير قادرة على تعزيز قدرتها أساسا العسكرية حتى تعزز قدرة غيرها العسكرية، وهي غير قادرة على حماية نفسها. اليوم هناك رسائل سياسية من خلال هذه الاتفاقية التي تم توقيعها. من هي الأطراف التي توجه لهم مثل هذه الرسائل، وما هي هذه الرسائل؟ أردنا أن نعرف أن نعبر عن الواقع، فليس أكثر من هذه المعادلة. المفلس زائد مفلس يساوي مفلسين، يعني لا أكثر ولا أقل. يعني النظام الحاكم في إيران الآن يعيش حالة إفلاس، حالة إفلاس. إنما نقول، لا نقول، ليس هذا كلام دعائي، كلام حقيقي. يوم أمس وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الذي هو الوزير الأول في الوقت الحالي، لأن من المعروف أن المشكلة الأولى للنظام الإيراني الآن هي قضية كورونا، لأن بالبارحة نحن أعلننا بناء الدقائق المعلومات الموجودة لدينا أن عدد الوفيات وضحايا كورونا وصل إلى أكثر من 68,000 شخص. هذا هو الواقع، وهذا الكلام يقوله النظام أيضا. فهذا الوزير قال بالبارحة: نحن نتلقى هذه الأيام رسائل من الأجهزة الأمنية التي تفيد هذه الرسائل وهذه التقارير بأن إيران، بأن هناك إنذار بالعصيان المدني في إيران. يعني هناك انتفاضة في الطريق. يعني النظام الذي يعيش هذه الأجواء، ووزيره الوزير الأول العملي في الساحة يقول هذا الكلام، فمعناه أن إيران الآن على بركان ثورة، على بركان انتفاضة. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا أردنا أن ننظر إلى الواقع الحقيقي، من المعروف النظام بشار الأسد أيضا يريد أن يراهن على النظام الإيراني، النظام الإيراني. لماذا؟ لأن النظام الوحيد في العالم الذي يريد بقاء بشار الأسد في السلطة هو النظام الإيراني. طيب خلينا نعرفون مثلا. نعم. طيب سيد زاهدي، نعم. أعتذر عن المقاطعة، بدي أرجع لك، بس نطلع فاصل، بدنا نرجع نحكي عن الرسائل اللي أرادت إيران توجيهها من خلال عقد الاتفاقية الأخيرة. لكن بعد الفاصل مشاهدينا، ما رسائل إيران لتركيا من اتفاقيتها العسكرية مع نظام الأسد؟ إجراء العديد من النشاطات الوقائية ضد فيروس كورونا. حلب اليوم يضيف في إدلب. حلب جمعة، حلب اليوم في فوطة. ملك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي. بدر كشك، قناة حلب اليوم، ريف حلب الغربي. إبراهيم سويد، قناة حلب اليوم، ريف إدلب. من أمامي أحد المتاجر السيارات في ريف إدلب، وصول صدر حلب اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة العمق السياسي. نناقش في حلقة اليوم من برنامج العمق توقيع اتفاقية عسكرية جديدة بين نظام الأسد وإيران. وأرحب بضيوفي مرة أخرى، الدكتور سنة برق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من باريس، والسيد مصطفى أوزجان محلل سياسي تركي من اسطنبول. سيد زاهدي، أعود لك كي تكمل فكرتك. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الرسائل التي أرادت إيران توجيهها وإلى أطراف متعددة، ربما أطراف إقليمية وأخرى دولية. ما هي هذه الرسائل ولمن أرادت توجيهها إيران بعجالة إذا سمحت؟ أنا أعتقد أن النظام الإيراني في نهاية المطاف خارج عن المعادلة السورية. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنكم تعرفون أن قبل فترة روحاني اتصل ببوتين واتصل بأردوغان وطلب منهما عقد غمة في إطار أستانة، ويا ترى أن بعدها بفترة جلس بوتين مع أردوغان ولم يكن هناك روحاني في هذا الاجتماع. ماذا يعني ذلك؟ معناه أن إيران الملالي في الوقت الحالي بدأ يتجه خارج المعادلة الإقليمية. أنتم تعرفون ماذا يجري. طبعا نحن الآن نتكلم عن القضية السورية، لكن نذهب إلى العراق، نرى أن النظام أيضا في العراق إذن مستهدف. الشعب العراقي منذ أشهر بدأ بانتفاضته ضد، والشيعة في العراق بدأوا الانتفاضة ضد النظام الإيراني كما في لبنان. فمعنى ذلك أن أطروحة ولاية الفقيه التي هي كانت الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، يبدو أن هذه الأطروحة بدأت تعود وتعود للوراء باتجاه طهران. كما أنكم تعرفون أن قبل أشهر، يعني في شهر نوفمبر من العام الماضي، كانت هناك انتفاضة كبرى في مختلف مناطق إيران، والشعب الإيراني قال كلمته بأنه يريد التخلص من هذا النظام. أنا أعتقد، يعني أقصد أن المعادلة لم تعود نفس المعادلة التي كانت مثلا قبل 3 أو 5 سنوات. فالآن حلت أزمة كبرى أيضا بالنظام الإيراني التي هي أزمة كورونا، ولم يستطع هذا النظام من معالجة هذه الأزمة إطلاقا. فإذا نظرنا إلى هذه النظرة، فأعتقد أن هذه العملية عملية يمكن أن نسميها عملية هروب إلى الأمام، تمام. عملية تلميع وجه نظامين مفلسين، نظامين هم في حالة غرق في مستنقع مختلف الأزمات، يريدون أن يتكلموا مع هذا الطرف أو ذاك بأننا نحن ما زلنا نحن لدينا إمكانية أو مبادرة أو شيء، لكن أعتقد أنه لا أهمية، كما قال ضيفكم من إسطنبول، أنا موافق تماما، لا أهمية أهمية عسكرية إطلاقا لما يسمى بهذه الاتفاقية. لأنكم تعرفون، نعطيكم مثل، أنتم تعرفون أن هناك أنظمة الدفاع الجوي الروسي في سوريا، أنظمة الصواريخ 300 وأيضا 400. سؤال، هل باليد الضباط بشار الأسد إمكانية إطلاق هذه الصواريخ؟ لا، الشفرة تبع لهذه الأنظمة بيد الضباط الروس. يا أخي، معناه أن بشار الأسد معروف ظروف بشار الأسد. تمام، طيب اسمح لي، تمام، وصلت الفكرة. يتكي على نظام بشار الأسد. اسمح لي، يعني ذلك، اسمح لي سيد زاهدي. سيد أوزجان، يعني كيف يفهم التعاون اليوم بين كل من تركيا وإيران في إطار أستانا، على الرغم من وجود هذا التباين في المواقف وخاصة من نظام الأسد؟ هناك تباين واضح وكبير وشرخ كبير في المواقف من نظام الأسد، على الرغم من وجود تعاون يعني في إطار أستانا بين الطرفين. صحيح، كما أجاب عنه هذه الأسئلة ضيفكم عن فارس، نعم، دولة إيران في سوريا حامشية، على قيد حامشية. إذن تم تهميش أصلاً دور إيران في سوريا خاصة. طبعاً ربما يأتي دور لإيران في لبنان أيضاً، في العراق وغيرها. إذن يتضاعل دور إيران في المنطقة عامة وفي سوريا خاصة، هذا ما يلاحظه سلطات تركيا. ما الذي تبتغي أو تريد السلطات الإيرانية من تركيا؟ طبعاً ليل نهار أو أحياناً يتحدثون الأزواج هناك،
كيف النظام السوري، مع أن النظام السوري ليس طريق اليد، لا يستطيع أن يتحرك دون التعمق، أن يتأمل أو يتقدم إليه أو يعني يلقن إليه الأوامر أو تعليمات أو يأتي إليه تعليمات. يعني إن لم يكن هناك تعليمات من طهران أو من روسيا لا يتحرك أصلا النظام السوري قيد تأملة. هذا ملاحظ من قبل تركيا. لذلك مثلا الدفاعات وغيرها لا يستطيع النظام السوري، حتى في أيام حافظ الأسد لم يكن مثلا صواريخ صام وغيرها يتحرك بتعليمات من حافظ الأسد، بل مباشرة من روسيا. يعني إذا كانت هناك الضباط الروس هم الذين يطلقون هذه السواريخ، ليس السلطات من نظام السوري، هذا يعرف القاصي والداني. إذن هذه الاتفاقية يعني صفرية، ليس له أي أهمية. تمام سيد أوزجان، بالحديث عن العلاقات الإيرانية التركية كما تحدثنا أنها متباينة ومختلفة وربما على وجه نقيض في ما يتعلق بالملف السوري، هل تعتقد أن إيران هي مضطرة للغاية للتعامل مع أنقرة؟ تركيا تحرص فقط تنمية العلاقات الاقتصادية ليس إلا يعني طبعاً في الملف السوري. سيد أوزجان، حتى روسيا على طرفين نقيض فيما يتعلق بسياسة سوريا أو ملف سوريا. تركيا حتى الآن تؤيد خطها معروف غير مشغول بالنسبة للشعب السوري. تركيا تؤيد عامة توجهات الشعب السوري، ولكن الطرفان أخيران يعني النظام الإيراني والنظام الروسي هم يؤيدون النظام ويعني يستغلون النظام. أصلا النظام لم يتوقع له حيز من المناورة أو من المناورة أو حيز من الاستقلالية حقيقة، ولكن طبعا يقدم لهم تغطية لإيران وروسيا حتى يتمددان إلى نحو سوريا. هذا ما يحصل، ولكن تركيا كما ذكرت فقط تحت علاقات تجارية واقتصادية مع روسيا، جارة كبرى بالنسبة لتركيا، كذا مع إيران، ليس حبا لسياساتهم تجاه سوريا لأنها كما ذكرت على طرفين نقيض معهم مع السلطات الروسية وكذا إيران. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد مصطفى أوزجان محلل سياسي تركي كنت معنا من اسطنبول، كما أشكر ضيفي الدكتور سنة برق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كان معنا من باريس، والشكر موصول لكم سادتي المشاهدين. وانتظرونا بعد الفاصل حيث نناقش نظام الأسد يقول إن فاتورة الصمود أقل من التنازل، فماذا وراء هذا التصريح؟ الجبهة الوطنية لحلب اليوم، الميليشيات الإيرانية تشارك في معارك حلب وأدلب. حياكم الله أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من قناة حلب اليوم. من قناة حلب اليوم، أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن وفدا تركيا سيتجه إلى روسيا اليوم الاثنين لإجراء مباحثات حول أدلب. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة. ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة العمق السياسي. نناقش في حلقتنا لهذا اليوم توقيع اتفاقية عسكرية جديدة بين نظام الأسد وإيران. مشاهدينا الكرام، حلب اليوم أجرت استطلاعا للرأي في الشمال السوري حول الاتفاقية العسكرية الأخيرة بين طهران ونظام الأسد، وعادت لنا بالتالي. إيران تقوم باتفاقات منذ القديم، والآن تقوم بمبادرة سريعة من أجل لملمة جراحها. إيران عم تحاول تلملم خذلانها والضغوط اللي عم تعرض لها، وخصوصا أنه إسرائيل عم تقصفها والوضع الاقتصادي صعب عندهم كتير، وعم تحاول تظهر مظهر القوة من خلال تدخلها بسوريا ومن خلال اتفاقيات ومن خلال هالشي اللي عم تعمله. هي مجرد رسائل إعلامية يعني ما لها اي صحه من الاساس، ولكن ايران عم تعمل هالشيء لحتى تحاول انه تثبت انه لساتها على سراج خيلها، ولكن فعليا ايران منتهيه في سوريا، والدليل على ذلك انه اسرائيل خسفت لها مقرات وقتلت لها كثير ضباط. وجود ايران في سوريا قارب على النهايه، والضربات العسكريه الاسرائيليه من اشهر لهلا قتلت العشرات من الايرانيين ودمرت كثير مقرات، وروسيا كمان عم تضغط على ايران. فإيران حاليا عم تحاول تظهر انها موجوده بسوريا وعندها قدره من خلال هالاتفاقيات، وهو عكس الواقع. بالنسبه لايران هي كانت من 10 سنوات لحد الان عم تعزز نفوذها هون بسوريا وبتحاول انه تقوي ورقتها هون في سوريا، بس هي لحد هلا ما عم تقدر، وخصوصي باخر 3 سنين من هلا انه صاير عليها ضربات من اسرائيل، ضربات على مقراتها وعم تقتل في ضباطها وفي القياديين تبعها، وصاير عليها حصار اقتصادي بلبنان وهون سوريا، وخصوصي انه حلفاء ايران صايرين انه نفوذهم ضعيف واموالهم صايره قليله، فمشان هيك ما عم يقدروا بيدعموها، فبظن انه ايران ما يمطولوا هون في سوريا. وارحب بضيوفي الدكتور رضوان زياده، باحث في المركز العربي بواشنطن يحدثنا من واشنطن، والسيد وائل علوان، باحث في مركز جسور للدراسات يحدثنا من اسطنبول. اهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام. سيد رضوان، دعني أبدأ معك. بداية، ما هو تعليقك على ما ورد في استطلاع الرأي؟ معظم الأهالي اليوم في الشمال السوري يرون أنه للتغطية على ضعف إيران الحالي، ما هو إلا هروب للأمام من قبل طهران من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع نظام الأسد. يعني في البداية شكرا لكم على هذه الاستضافة. أعتقد بشكل رئيسي تظهر المواقف أن معظم السوريين يعرفون تماما أن إيران بالنسبة لهم تمثل الآن عدو مشترك كما هو نظام الأسد. إيران تشترك في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين السوريين بشكل يومي تقريبا، ولذلك أعتقد وجود استطلاع الرأي، يعني هذا العدد تقريبا كل من استطلع رأيهم يدعم موقف ضرورة خروج إيران عسكريا أو سياسيا من سوريا. وجدنا خطوات خطيرة للغاية مثلت بالنسبة لإيران إعادة وجودها في سوريا على طريقة حزب الله في لبنان من خلال تأسيس مجموعة من الميليشيات في الشمال السوري خاصة في دير الزور. أعتقد رفض هذا النوع من الميليشيات ورفض هذا النوع من الاستثمار الطائفي بشكل سياسي يجب أن يكون مشتركا بين كل السوريين بدون استثناء. سيد رضوان، وما هو تعليقك على موضوع الاتفاقية العسكرية والأمنية الشاملة بين نظام الأسد وطهران؟ ما هو دلالة هذه الاتفاقية في هذا التوقيت؟ يعني كما يقول المثل السوري القديم، يعني التم المنحوس على قايب الرجاء. كلا الدولتين تعانيان من انهيار كبير وسقوط حر للعملة المحلية. وصل سعر الريال الإيراني إلى الدولار ما يعادل 213 ألف ريال إيراني للدولار الواحد بعد أن كان 64 ألف، يعني أكثر من 4 أضعاف، وبنفس الوقت الليرة السورية. وبالتالي ليس هناك ما يقدمه نظام الأسد لإيران، وإيران ليس هناك ما تقدمه لسوريا. للأسف أن هذه الاتفاقية العسكرية هي تعزز ما نسميه دوما محور الشر على الشعب السوري، يعني تكالب، ليس هناك مصالح استراتيجية لسوريا في إيران، لا تدعم إيران تقريبا حرية الشعب السوري ولا تدعم النمو الاقتصادي للسوريين، هي تدعم فقط
الفئة الحاكمة ممثلة في الأسد وعصابته الموجودة في قصر المهاجرين. أنتقل لضيفي من اسطنبول السيد وائل علوان، أهلا وسهلا بك مجددا. سيد وائل، يعني هل ستعزز هذه الاتفاقية قدرات النظام الجوية فعلا؟ نعم، تحياتي لكم والشكر لكم ولضيفكم الكريم الأستاذ رضوان. تحية لك. في الحقيقة يعني لابد من وضع هذه الاتفاقية ضمن السياق التاريخي اليوم لحجم النفوذ الإيراني المستمر في سوريا، وهناك سيطرة وهيمنة إيرانية كبيرة جدا ضمن سوريا، لكن في الوقت نفسه تدرك إيران أنها الخاسر الأكبر من المضي في أي اتفاق سياسي حول الصراع في سوريا. هذا الاتفاق السياسي الذي لم ينضج بعد والذي يمر بشكل عام بمرحلة العطالة الآن أو مرحلة الخمول، نتكلم عن المسار السياسي عموما، لكن قانون قيصر وتداعيات قانون قيصر والوقت القريب ربما خلال عام تقريبا ربما يكون هناك تفاهمات حول إنتاج تفاصيل هذا الحل السياسي. هناك رسائل روسية في زيارة الشيخ معاذ الخطيب أو غيره أن روسيا جادة في المضي في التفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كما قلت لك لا يوجد نضوج إلى الآن لتفاهم سياسي مكتمل الأركان. إيران تدرك أن الوصول إلى هذا التفاهم السياسي مكتمل الأركان هو نتيجة حتمية، والخاسر الأكبر فيها هو نفوذها المباشر. لذلك تحاول العمل على مسارين: أولاً تعزيز وجود الحقيقي بفاعلين سوريين بأيديولوجيا إيرانية أو بتبعية إيرانية. اليوم هناك تجنيد مستمر خاصة في جنوب سوريا في المنطقة الشرقية في حلب لإيجاد مشاريع شبيهة بمشاريع حزب الله مثلاً أو الحوثيين، لكنها بطبيعة وهوية سورية. والجانب الآخر الذي تعمل عليه هو عقد مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات مع الأسد، وهي تدرك أن روسيا ضمن المنتج السياسي النهائي سوف تشرع ما يقوم به الأسد اليوم من اتفاقيات وتفاهمات، لأن جزء كبير منها يتم بين الأسد وبين روسيا. يعني هناك مصالح أيضا روسية توثق اليوم بتفاهمات أو اتفاقيات أو توقيعات مع نظام الأسد. تطمح إيران بإيجاد حصة لها ما بعد الأسد في سوريا القادمة بالمنتج السياسي القادم بهذه التفاهمات التي تعقدها اليوم والتي لابد طبعا من تسويقها والتفاهم عليها مع الجانب الروسي. لكن بشكله الحالي النفوذ الإيراني يحاول جاهدا استغلال الوقت للمضي بخطوات حقيقة تعقد وتصعب كثيرا المضي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل بمبدأ تقليص النفوذ الإيراني في سوريا، وهذا مدرك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هم يتكلمون عن الحد من النفوذ الإيراني، هم يتكلمون عن تغيير السلوك الإيراني، ويتكلمون أيضا عن جنوب سوريا، ولا يتكلمون عن خروج إيران بشكل كامل من سوريا، لأن هذا في النهاية عملت إيران منذ 9 سنوات حتى الآن على أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة إلى هذه الدرجة، بمعنى أنه من الصعب جدا ومن غير المنطقي أن تتكلم الولايات المتحدة الأمريكية عن خروج إيراني من سوريا، لكن يكون الحديث عن الحد من النفوذ الإيراني. تمام، أعود لك دكتور رضوان. يعني قبل أيام سمعنا تصريحات لنتنياهو قال فيها إن النظام يخاطر بالسقوط إن لم يبتعد عن إيران. بعد عدة أيام جاءت هذه الاتفاقية كما ذكر الأستاذ وائل، هي لتعزيز العلاقة، لتعزيز تبعية نظام الأسد لإيران. يعني هل كانت هذه الاتفاقية ردا على تصريحات نتنياهو وعلى التصريحات المشابهة، التصريحات الأمريكية والإسرائيلية التي تريد فصل عرى هذه العلاقة بين نظام الأسد وإيران؟ يعني أنا برأيي أن الاتفاقية هي شكلية أكثر ما تكون تحتوي على أي محتوى أو مضمون عسكري أو مالي.
برأيي أن نظام الأسد كان طلب سرا من إيران من خلال الزيارات الأخيرة هو قرض ائتماني شبيه بالذي قدمته إيران بالقرض الائتماني في عام 2014. نظام الأسد يحتاج الآن بشكل عاجل إلى كاش، إلى عملة نقدية من أجل تفعيل عجلة استيراد المواد الأساسية وخاصة القمح والمواد النفط والغاز وغيرها. إيران ردت بأنها لا تمتلك تقريبا أي قدرة على إعطاء أي خط ائتماني، وأنها سوف تكون في وضع سياسي داخلي حرج للغاية فيما إذا قدمت خط ائتماني في ظل المصاعب الاقتصادية التي تمر بها خاصة مع كورونا. وبالتالي كان هذا المخرج هو اتفاقية شكلية عسكرية بين نظام الأسد وبين إيران كرد على قانون قيصر، وكالعادة كما يعني عودنا هذا المحور الرد بشكل العنتريات والعشوائيات بشكل هذه الاتفاقيات التي لن تكون لديها تأثير، لأنها إيران تعرف أنها مستهدفة بشكل رئيسي من قبل إسرائيل. إسرائيل لا تحتاج لإذن من أي دولة كي تقصف أهداف إيرانية لها في سوريا، وبنفس الوقت مستهدفة من قبل الولايات المتحدة. وجدنا استهداف قاسم سليماني على الأراضي العراقية، وأعتقد أنه ليس هناك أي حاجز يمنع الولايات المتحدة من استهداف قاني الذي زار بديل سليماني الذي زار دير الزور والبوكمال مؤخرا، وبنفس الوقت هي مستهدفة من قبل المعارضة السورية والفصائل المختلفة للجيش الحر. ولذلك أعتقد أنه يعني هذه الاتفاقية وإعلانها بشكل علني يهدف بشكل رئيسي لإظهار الرد على قانون قيصر بأن التعاون ازداد في هذا الإطار، لكن في الحقيقة أن إيران تعرف تماما أن وجودها في سوريا بات مكلفا وخطرا للغاية عليها وعلى قواتها المتمركزة هناك. وبالتالي سوف تنسحب، تعتقد أنها ستنسحب في وقت قريب؟ لا أعتقد أنه ستنسحب في وقت قريب. للأسف وجدنا هذه الطريقة في العراق وفي لبنان. يعني إيران يجب أن نعترف أنه لديها نفس طويل، ما دام النظام الملالي موجود في طهران الذي هو نظام تسلطي، الأولوية بالنسبة له ليست هي مصالح الشعب الإيراني. نحن نتحدث عن مصالح لوجودها، والمصالح هي تختصر الآن في مصالح أيديولوجية وطائفية. يعني هذا معيار وناظم رئيسي بالنسبة للنظام الإيراني هو التمدد والتوسع الطائفي والإقليمي لها. وبالتالي لا أعتقد أنه سوف تنحسر بسبب كل هذه الضغوط. وللأسف أن الاتفاق النووي الإيراني الذي عقد في إدارة أوباما السابقة ربما أعطاها بعض الأمل أنه مع إذا الانتخابات الرئاسية القادمة إذا ما خسر ترامب أمام مواجهه الديمقراطي بايدن، فإنه يعيد تطبيق الاتفاق النووي، وسوف يتم غض النظر أيضا عن الأنشطة الإيرانية في سوريا مجددا. وبالتالي هي تعتقد أن الصبر الآن 4 أو 5 شهور ربما يساعدها في البقاء مجددا على المدى الطويل في المستقبل. نعم، طيب اسمح لي سيد رضوان، مشاهدينا بعد الفاصل، بعد الضربات المتوالية على مواقعها في سوريا، هل تقدر إيران على تطوير أنظمة الدفاع الجوي لنظام الأسد؟
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في حلقة العمق السياسي. نناقش في حلقتنا لهذا اليوم توقيع اتفاقية عسكرية جديدة بين نظام الأسد وإيران، وأرحب بضيوفي مرة أخرى الدكتور رضوان زيادة باحث في المركز العربي بواشنطن يحدثنا من واشنطن، ووائل علوان باحث في مركز جسور لدراسات من اسطنبول. أستاذ وائل دعني أبدأ معك، ودعنا نتحدث قليلا عن الرسائل التي أرادت طهران توجيهها إلى روسيا على وجه الخصوص من خلال هذه الاتفاقية، والكل يعلم أن منظومة الدفاع الجوي S-300 الروسية وS-400 موجودة في سوريا، واليوم يتم الحديث عن تطوير منظومات سورية أو يعني وضع منظومات إيرانية في سوريا، منظومات دفاع جوي. كيف تقرأ هذه الرسائل؟ لا، أنا أذهب إلى ما تفضل به الدكتور رضوان، إلى أن الاتفاقية الجديدة لا تحمل الكثير من حقيقة الإجراءات العسكرية أو الاقتصادية، وإنما بالفعل هي رسائل، وهي رسائل سياسية. وأنا قلت في مداخلتي الأولى أن الهدف الرئيسي هي شرعنة الوجود الإيراني وإعطاء شكل من أشكال الاتفاقيات الرسمية الذي يمكن إيران من فرصة زمنية كافية لإتمام مشروعها، والذي أيضا اتفق مع الدكتور رضوان أنه للأسف هو مشروع طويل المدى تعمل عليه إيران ليس فقط منذ، لكن هذا المشروع سيد وائل، هذا المشروع ربما يلقى معارضة من قبل روسيا أو منافسة من قبل روسيا. أحد أوجه الرسائل أو أحد الرسائل التي وجهت كما يرى البعض أنها وجهت لروسيا. نعم، قرأت للبعض تحليل حول الرسالة التي من الممكن أن يحملها هذا الاتفاق لروسيا، روسيا المتململة بشكل واضح من عناد الأسد ومن تفاقم الأزمات الجديدة ومن التداعيات الكبرى التي سيحملها قانون قيصر، والتي كما قلت لك ربما هي أرسلت أيضا روسيا رسالة للولايات المتحدة الأمريكية عن الجدية التي من الممكن أن تتفاعل معها روسيا حيال المسار السياسي. تأتي هنا إيران أيضا لتشير إلى أنها موجودة، إلى أن لها علاقات ولها مصالح ولها نفوذ داخل سوريا لابد أن تراعيها روسيا. روسيا بوجهة نظري ليست جادة في إخراج إيران من سوريا، ولو كانت جادة، يعني أنا لا أقول هناك مشكلة القدرة وإنما مشكلة الجدية، لو كانت جادة لاتخذت إجراءات كثيرة كانت استطاعت روسيا أن تقوم بها في جنوب سوريا. الجنوب السوري هناك صراع مفترض في النفوذ والمصالح ما بين الجانب الإيراني والجانب الروسي كما يشاع أو كما يروج، لكن لا أجد أن هذا الأمر دقيق أو إلى هذا الأمر يأخذ هذا البعد الكبير الذي يتم الحديث عنه. نعم، هناك من الأطراف والفاعلين السوريين الموالين لإيران في مقابل الموالين لروسيا خلافات ومناوشات وتنافس وتضارب مصالح تحدث أحيانا حتى بين الفرق العسكرية أو بين الأطراف الداخلية للفريق الطرف الواحد، لكن المضي بعيدا في نظرية الشرخ ما بين إيران وروسيا ووجود خلافات كبيرة وعميقة هذا لا أذهب له. سيد رضوان، يعني الواضح أن النظام لن يبتعد عن إيران قريبا، وواشنطن تتحدث عن تغيير سلوك النظام وابتعاده عن إيران كشرط لرفع العقوبات على سبيل المثال لإعادة الشرعية وما إلى ذلك. إلى متى ستستمر واشنطن بهذه السياسة، وهل يمكن أن نشاهد سياسة أكثر حزما من قبل واشنطن تجاه نظام الأسد وتجاه الوجود الإيراني في سوريا؟ يعني دعني أعلق هنا على العلاقة الروسية مع إيران. تفضل. البارحة الول ستريت جورنال نشرت تحقيقا حول اعتقال صحفي روسي والذي كان يعمل كمدير مركز صحفي في وكالة الفضاء الروسية، اتهمته بالتخابر والتجسس. من الاتهامات الموجهة لديه أنه نشر تقريرا في عام 2016 عندما كان يعمل صحفيا في تلك الفترة عن رغبة روسيا في شراء النفط الإيراني، وهو ما أخضع لعدد من الشركات الروسية للعقوبات من قبل الولايات المتحدة.
وبالتالي روسيا تدرك تماما الحذر والتكلفة العالية في التعامل مع إيران اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. لذلك أعتقد أن روسيا تتعامل ببراغماتية كبيرة، هي تستفيد من عزلة إيران كما تستفيد الصين من عزلة كوريا الشمالية لتكون بوابة لها للعلاقات الدولية، وبنفس الوقت لا تريد أن تتورط معها كثيرا لأنها تعرف أن التعامل مع نظام الملالي في إيران مكلف كثيرا بالنسبة للغرب ومكلف أكبر الآن في الولايات المتحدة تحت إدارة أوباما. بالعودة بالإجابة على سؤالك، يعني الولايات المتحدة تحت إدارة أوباما لديها أولوية واستراتيجية فيما يتعلق بالتعامل مع إيران وحصارها اقتصاديا، لكن للأسف ليس لديها استراتيجية فيما يتعلق بالتعامل مع سوريا. يعني يتم التعامل مع سوريا هي تقريبا كملحق بإيران وبسبب تواجد الإيراني في سوريا، ولذلك كان قانون قيصر ربما نقطة فاصلة في بالنسبة لهذه الإدارة، لكن بقي ذلك على مستوى حبيس وزارة الخارجية، لم يكن تقريبا يعني الرئيس ترامب لم يتحدث عن القانون، لم يدعم القانون. طبعا هذا لا ينقص من تأثير القانون خاصة أنه آتي من الكونغرس، لكن بشكل أو بآخر أنه لم ينتقل من الإطار القانوني إلى إطار سياسي ليتحول إلى مركز الإدارة الأمريكية في تعاملها مع الملف والشأن السوري. ولذلك وجدنا بشكل أو بآخر تحايل من قبل بعض الأطراف على قانون قيصر وأولها قصد، ربما تحايل من قبل أطراف أخرى، وبنفس الوقت ليست هناك خطة استراتيجية من أجل حصار إيران اقتصاديا وروسيا. ربما هذا يؤشر إلى مفاوضات روسية أمريكية فيما يتعلق بتطبيق قانون قيصر والانتظار إذا ما كان هناك استجابة روسية، وبالتالي يتم تجنيب بعض الشركات الروسية من عقوبات قانون قيصر. سيد وائل، يعني ختاما، هل نستطيع القول أن الاستراتيجية الإيرانية التي تتخذها في سوريا هي ناجحة إلى حد ما لتحقيق أهداف إيران الاستراتيجية في سوريا؟ للأسف إيران كما قال الدكتور رضوان تعمل بالنفس الطويل، تعمل بخبرة تراكمية كبيرة جدا في إنشاء النفوذ والأذرع لها، كما فعلت في العراق، كما فعلت في لبنان، كما فعلت في اليمن، كما كادت أن تفعل في السودان، تفعل في سوريا. والمشروع مشروع مد الحكم الملالي ما يسمى بالثورة إلى هذا الجناح الذي هو غرب إيران مستمر منذ عقود، ليس مرتبط فقط بالسنوات العشر الأخيرة. أيضا لديها خبرة ولديها شيء متراكم من العقوبات والصبر على العقوبات والتعامل والتكيف معها. والولايات المتحدة الأمريكية في موضوع سوريا، وعزز ما قاله الدكتور رضوان، هي لا تتعامل مع نظام الأسد إن على أنه مشكلة داخلية أو الحلول، كثيرا تهتم بالأمور الداخلية بمقدار ما تهتم بالدور، دور النظام السوري في المنطقة عموما، في الشرق الأوسط عموما. لذلك هي تهتم بأمن إسرائيل، تهتم بالنفوذ الإيراني ومداه وليس أصل وجوده. لذلك أكثر من مرة صرحت الولايات المتحدة الأمريكية أن المطلوب هو الحد من النفوذ الإيراني، كما المطلوب تغيير السلوك الإيراني وتغيير سلوك النظام، وليس أن يذهب هذا النظام أو أن يحاسب على جرائمه. في النهاية بوصلة اللاعب الأمريكي الذي هو أكثر لاعبين المؤثرين في المنطقة وأقلهم تأثرا بها هو بوصلة مصالحه، وليس موضوع أين يذهب النظام وأين يذهب النفوذ الإيراني في المنطقة عموما أو في سوريا خصوصا. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ وائل علوان، باحث في مركز جسور للدراسات، كنت معنا من إسطنبول. كما أشكر ضيفي من واشنطن الدكتور رضوان زيادة، باحث في المركز العربي بواشنطن. والشكر موصول لكم سادة المشاهدين على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامج العمق السياسي، ناقشنا فيها توقيع اتفاقية عسكرية جديدة بين نظام الأسد وإيران. دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.